نحو كأس العالم في نسختها الأخيرة في روسيا. كان في هذا الملعب أمام منتخب الغابون كان حضور قوي للعناصر الوطنية. اليوم الفريق الوطني يعود في تحدي رسمي آخر أمام منتخب غينيا بيساو في حضور بان. هذا المشجع الشهير للفريق الوطني ولنادي كوينز بارك رانجرز كان مساندا وفيا لعادل تعرب لما كان نجما لكوينز بارك، واليوم وأكبر مساند لإلياس الشاعر الفتى القادم للفريق الوطني والذي أقنع في المباريات الأخيرة رفقة فايدا ليوتزيتش. غينيا بيساو المغرب تحدي كبير اليوم في هذه المباراة للعناصر الوطنية لفرض شخصيتها مرة أخرى وللتأكيد على علو كعبها وعلى إمكانياتها المحترمة جدا في آخر مباراة أمام غينيا بيساو. للحارس ياسين بونو قائد لاعب ارتكاز يظل الخيار الأول لفايدا ليوتزيتش للعناصر الوطنية. شقيق لاعب الأولى من الانطلاق يبحث عن انطلاقاته أدار شرف حكيمي ويتحصل على ضربة خطأ. كان واضح تدخل من مدافع المنتخب الغيني في الكرة الماضية على شرف للفريق الوطني. كرة لعبت في منطقة الجزاء والهدف الأول أيوب الكعبي. الكعبي يتمرد على دفاعات غينيا بيساو ويتمكن من تسجيل الهدف في الدقيقة العاشرة. أيوب الكعبي الأسمراني المبدع هي الثالثة الثالثة والهدف الأول في العشر دقائق الأولى ممكن اعتباره هدف الثقة. هدف سيجعل الفريق الوطني يلعب بارتياح في هذه المباراة. أيوب الكعبي سعيد جدا لما وصل إليه هذا الفتى المجتهد مع الوداد قبل انتقاله للبطولة التركية. إنسان مشك تتعامل بحزم مع أنصاف الأوضاع في هذه المباراة. تغطية جيدة من البريمير ليج للتشامبيونشيب للبوندسليغا والهدف للبوندسليغا. أيمن برقوق برقوق يا برقوق قلتكم لاعب سخي وسخاؤه يترجم لهدف ثاني للعناصر الوطنية من التشامبيونشيب للبريمير ليج للبوندسليغا. ثلاثية الياس الشاعر عمران لوز أيمن برقوق تودي العناصر الوطنية هدف ويهدف في هذه المباراة. ثاني الأهداف يا سادة للفريق الوطني أمام غينيا بيساو. هدف جميل جدا، هدف يدرس من الشاعر وشاعر وشعراء الزمن الجميل لكرة القدم الوطنية إلياس من أم بولونية وأب مع باتريس بوميل رفقة المنتخب الأولمبي. الشاعر إلياس إلياس من أشرف حكيمي. حكيمي العرضية من حكيمي للطرف الأيسر لكن تتجاوز خط المرمى ضربة مرمى للمنتخب الغيني. إمكانية للمرور من الطرف الأيمن. حكيمي ينطلق بالكرة من الطرف الأيمن. إمكانية للفريق الوطني لكن تصدي ناجح للعناصر الوطنية. تصدي غينيا بيساو البحث عن فرص الوصول مرمى ناساس نيتي أو ياسين بونو. محترم جدا يشتغل بتفاني وبإخلاص رفقة نادي كوينز بارك رانجرز واليوم مع الفريق الوطني. خطأ لمصعد غينيا بيساو من الطرف الأيمن لمنتخب غينيا بيساو يسعى للوصول لمنطقة الجزاء للمرة الأولى لكن كرة طويلة على المهاجم الغيني. أيسر للعناصر الوطنية راين مايي لبرقوق يفكر مرة أخرى في التسديد من أداء الهدف الثاني والذي يبعده عن فرصة للوصول لمرمى منتخب غينيا بيساو. أمر عادي كل أشياء ما تنقص من قيمتنا ومن مكانتنا ومن مكانة أيوب الكعب. كرة للأمام ريان مايي وتدخل ممتاز من دفاع جميل وجميل جدا. كرة لمنتخب غينيا بيساو يسدد لكن بعيدا عن مرمى الحارس ياسين بونو. يعني الكل سواسية في كرة القدم الأفريقية والشيء بالشيء والتسديدة في هذا الحارس ياسين بونو أول تصدي لهواة الإحصائيات في الدقيقة 57 من المباراة لأول مرة. سغل شخصيا نشوف ورقة سفيان رحيمي في بنك البدلاء لاعب يهوي المساحات لاعب هذه النوعية ممكن الدورية الأوروبية. كرة في منطقة الجزاء كرة بالرأس والحكم يكون خطأ في الكرة الماضية. يتسنى فيك مع كل مباراة الفريق الوطني وشيء مهم ومهم جدا لينا كمواطنين قبل ما نكون الرموز اللي لازم نفرحوا ليها ونفرحوا بما تقدموا لينا على مدار سنوات وسنوات. هذا هو الفريق الوطني الذي نبحث عنه جميعا. مساحات للتمرير بشكل عرضي في كرة غينية لكن عن تجاوز دفاعات غينيا لأيمن برقوق في منطقة للأمام سفيان بوفال. بوفال بوفال يسدد بوفال لكن بعيدا عن مرمى سيميدو. شوارع المراوغة في منطقة الجزاء والتغطية من
حارس مرمى منتخبك عالي أيوب، ثلاث مباريات في قمة سعادة لك، في قمة السعادة، ونشوفك مرة ثانية تسجل أهداف للفريق الوطني. هذه هدية الولد، هدية البنت، هدية لكل من يرتبط بهذا اللاعب المشاهد، ولكل مشاهد نصيب، لكل فنان نصيب يليق به وبمقامه. وأيوب الكعب اليوم ينال ثقة، كل ثقة من طرف فايدة اليوتيتش. هنا الإعادة، التغطية، إمكانية للتسديد، صعبة شوية، فرصة برس، فرصة في المباراة للمرة الثانية. منتخب غيني بيساوي يسدد نحو المرمى، وهذا المرة انطلاقات أيمن برقوق، حكيم برقوق للأمام، ممتاز سفيان بوفال، وغا فرصة، وهي فرصة صعبة جدا، صعبة وصعبة جدا، وتدخل غنم سيس. بقي المجموعات، الجزائر أمام بوفال، بوفال 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 بوفال، والخطأ لبوفال، الخطأ لبوفال، هذه الكرة اللي يبحث عنها بوفال، يفرض على المدافعين الارتكاب. سفيان يسدد، أوه ممتازة جدا، ممتازة جدا، والقائم يرد ويسد. كرة لسفيان بوفال نفذت بتركيز كبير. سفيان بوفال يتلاعب بدفاعات غينيا، بوفال كانت إمكانية للعب كرة لأيوب الكعب. منتخب غينيا بيساو في منطقة الجزاء، وخطأ على ياسين بونو، نعم كانت كرة مشتركة مع حارس المرمى، وبالتالي الحكم الكونغولي يعلن عن خطأ للفريق الوطني.